مجلس نواب الشعب بدا الحمد لله وبدا معاه الجو. يا ربي ما تنحيش علينا هالنعمه بتاع المجلس. راي نعمه نجمع عليها برشا فيديوهات. يا ربي ما تنحيش النعمه ذي. يا رب على الاقل ربحنا حاجه في البلاد ذي، دبرنا محتوى نجمو نعملوه كل جمعه جمعتين، فهم محتوى مزيان على الاخر بالطبيعه ذي يرجع ليكم انتوما والميمه بتاعكم. المجلس ذي ملي تعمل من بعد الثوره التويك تعلمنا اش معناتها رجله واش معناتها مبادئ. قلنا ونكرر اننا لن نتحالف مع حزب سيد نبيل القروي، لن نتحالف مع قلب تونس، لانه هذا التحالف بدا خيارنا في اختيار قيس. مش ممكن احنا نختار قيس من جهه ونختاروا له بعد ذلك نتحالف مع بده، نتحالف مع مشروع مضاد له، مشروع انا قلت تحوم حوله شبه. باش ندخلوا ونزيد بالله وين الكاميرا نتاعك. الكاميرا قدامك. عمرنا باش ندخلوا في حكومه النهضه. احنا سامحني سمعنا مليح وشفنا الناس هذوما 8 سنين اللي يدخلوه معاهم يدقدقوه وتعدوا لي بعده، يدقدقوه وتعدوا لي بعده. تلمي واي تلمي واي تلمي واي اوه واي كان وي ليف توجذر. وقبل ما نبداو الفيديو نتاعنا ما تنساوش تعملوا هكا لايك، خلينا نوصل الفيديو هذايا 100,000 لايك. وبالطبيعة كان عجبتكم الفيديو ما تنسيوش بارتاجيو الفيديو، خاطر كيما تعرفوا اليوتيوب في برشا مشاكل تويكا لازمكم تبارتاجيو باش تخرج الفيديو للعباد. واهم حاجة بالطبيعة ما تنسيوش تعملوا سبس نتاعكم. السبس نتاعكم مهمة ياسر، فهمت؟ مهمة ليا انا برشا. سو ما تنسيش تعمل سبس نتاعك كانك جديد في الشان نتاعنا. ومن غير ما نطور عليكم نبداو في الميمز نتاعنا. قلب تونس، النهضة، التوانسة. هذا بالضبط شنو جرى بالضبط؟ اما مستغرب انا التوانسه كيفاش مستغربين من الحكايه هذه، ديجا حكينا فيها قبل، يعني ظاهره الحكايه في الاخر باش يتقابلوا زوز مع بعضهم. يعني لماذا الاستغراب يا اخي؟ حاجه جديده في تونس هذايا؟ يعني للدرجه مازلتم مصدقين اللي فما شكون باش يجي كونتر النهضه؟ ملي بدات الثوره لتويكا راهي نفس الحكايه قاعده تجرى، ما فهمتش بكم مستغربين. خذوا الوضع ريلاكس الاولاد والبنات، امان راهي الحاجه هذه باش تقعد تجرى ديما، خاطرنا الشعب غبي والحمد لله وقدرة ربي ما فما كان الخير. هنيئا لنا اول نائب قلبه على اليمين. تحسوا عنده برشا ما حياش العالم، فهمت؟ مش العالم الحي، العالم نحكي. خاكم ياسر خامشة الاولاد، ربي يهديكم. عنده برشا ما عملش كان النشيد الوطني والعفصيات، يا اخي جات قدامه الكاميرات خل بعض وحط يده على اليمين. مش كان ما حطيت حتى يد خير، قعدت كيما اللي بحذاك بقدرك خير، علاش جايبها وطني ياسر؟ ياك لي تزلعه وحدك هكا. استنى استنى، مش هذا اش تسبك الصحفي اللي تاع شبي تاتاتا نتاعو؟ والله شبه له والله. كتاب ديما ميمات على عمك الاعزب ويتعرفوا وتولي انت معروف، وعمك الاعزب زاده خالك الاعزب. اه وين زاده الحب تولي معروف. ظهر لهم برشا ميمات عليه السيد هذا. يا حاج كان بقيت في الدرخي يضرب النقوز ولولو نتاع الكلاس يسال على حاجه ما فهمهاش. بحيث الميم الكل على السيد هذا، يعني مسيبين كيفاش نبيل القروي والنهضة ولاو مع بعضهم، كيفاش اسمه بتاع الحزب الدستوري ولا اسم أم هذيك نقطة نظام، مركزين مع السيد هذايا، يعني مسيبين الدنيا كله مركزين مع السيد هذايا. والله التونسي ما عادش يهموا فيها لا الدولة لا السياسة، ما عادش يهموا في حد شيء. اه ولا معلم تفرج كل خسرة. نقطة نظام، زهير مخلوف يديك فوق الطاولة، حاضر سيدي الشيخ. يهديك ربي طلع يديك لفوق. صح عليه عنده الحسنة والله، كي تدوبل وتعاود العام وتبدا فاهم الكور، قول كي تبدا معاود في المجلس وفاهم اللعبة الكل. أما جوست ندخل للمجلس باش ندخل الفلوس شوية، نخاطر قالك ما عنديش فلوس مقاين عليه، الكتاب نتاعي ما يتباعش. صح صافي ساعي مرحبا بك. نحب طاجين. أتيوا ياكل معاكم الحاج، أتيوا ياكل معاكم. قسموا في الخبزه قطوا وحدكم، هذه وحدها ميم كاتب لنا. زهير مخلوف في اول ظهور له في البرلمان انا ضد التحرش. نتائج انتخابات رئاسه مجلس النواب، رشد الغنوشي، الحيه والبرميله، عبير موسي، ديناري، الكارتة بيجي. ربي قدر خير الخمس سنين وكها، والله ربي قدر خير والله. كي تقول البوك اعطيني فلوس قدام الناس هو بلايك. كي تبدا محضر الحرب البارده وتجيك تونس في الثلاثينات. بالله كان لاحظتوا الولاد اللي يتفرج فيه المجلس النواب الاولاني بالكل، شبي يحكي بزربه ياسر تبارك الله عليه. سيد بيحكي بالرزينه على الاخر، كيفاش شدت المجلس؟ هو لازم يسرع ويتلهى وكل شيء، هو رزينه على الاخر.
حاسة السنين بشتكل بعضها على الاخر وشام الجو وفهم برشا عرق وبرشا جو تحفون على الاخر ان شاء الله. حاجة حاجة بيع على الاخر وربي يقدر الخير. محمد كمال الحمزاوي رئيس كتلة عذاب القبور ونشر الرعب في صفوف الشعب. لا يسيبوه زح راجل كبير عليه اكي هنا بير بالاخر تحالفوا مع بعضهم ايه وحليها تون يبدأ الاكس متاعك شدد عليك نودس. المهم في الموضوع هذا شكون شدد على شكون. انا حاسس في الاخر الزوج شدين على بعضهم فهمت، كل واحد شدد الاخر فهمت، والله اعلم شنو هي شدد فهمت. كي تحط في قلبك وتحب تصلح بلادك الغنوشي وجماعه بلاك باش تصلح البلاد باش تصلح. با عنا فيديو تويك حزب قلب تونس وهذا عبر عليه رئيس الحزب السيد نبيل القروي من سجنه اننا نرفض ولن نتحالف مع حركه النهضه، هذا مربط الفرس وهذا عبرنا عليه مسبقا ونزيد ناكد عليه اليوم، لن نتحالف مع حركه النهضه. ارجع المكان الخير. بداية بسيطة جدا العام هذايا في افتتاح مهرجان الكوميدي نواب الشعب. نستنيو في حاجة اقوى ان شاء الله، نستنيو في برشا عرك ان شاء الله عاقلة نخدم عليه، الميديا يخدم عليه نخاطر من البيت مش تتحسن عاقلة نربحوا حاجة نحكيوا عليها وندخلوا منها الفلوس. من الاخر يعني ليش تحبونا نكذبوا، ما فماش امل في نواب الشعب هذوما وبقدرة ربي ما فما كان خير. ونسوا نيخي الفيديو متاعنا للأسف ما فماش برشا ميم، الشعب ايس حتى من الميم على المجلس نواب الشعب، وان شاء الله تعاود ترجع اكا النشاط نتاع الميم على مجلس نواب الشعب. والى اللقاء نتقابل ان شاء الله في فيديو اخرى وبسلام الناس الكل.